السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المنتخب الوطني الجزائري، يعني المباراة تاع اليوم اللي غادي تلعب على 8 تاع الليل ان شاء الله، وتكون مباراة في صالح المنتخب الوطني بالنتيجة والأداء. يعني كي نقولوا نتيجة والأداء، سوف نشاهد الأداء والنتيجة، يعني بالأداء تجي النتيجة. بوركينا فاسو سوف تعيش الجحيم، الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 30 نكونوا فايزين هدفين لصفر، باش يكون على بالكم. بوركينا فاسو ماهوش المنتخب اللي نحسبوه مع نيجيريا والكوت ديفوار وغانا والمغرب، ماهوش منتخب ولا السنغال، ماهوش منتخبات اللي يجوا مع الفرق في المستوى الأول. بوركينا فاسو في المستوى الثالث، يعني ما لاش نطيحهم من القيمة تاعهم، لا بصح هذه الحقيقة اللي نهضروا فيها. أنا الحاجة اللي راني نزعم منها، الناس اللي يقول لك بوركينا فاسو فريق قوي، رانا نقلوا من القيمة تاع اللاعبين الجزائريين. تما منتخب وطني، تما ماكمش مأمنين بيه، ولا ماكمش مأمنين باللي راه عندنا منتخب قادر يفوز. بنادم ما يخمم، أنا نخمم نلقى دومي فينال طليان، من بعد تصيب واحد يكتب لك يقول لك بوركينا فاسو واعرة. يا ودي غير الكلب اللي واعر، بوركينا فاسو واعر، الكلب برك واعر، يقول لك الواعر هذا مكان. لهذه الاسباب الخض اقوى بكثير من بوركينا فاسو، يعني في كل مجالات، عكس ما هو شائع لدى الكثير من متتبعين الكره الافريقيه. فان منتخب بوركينا فاسو من الدرجه المتوسطه، ولا يمتلك ترسانه التي يمكن ان نضعها بها مع الكبار، ولا يمكن ابدا مقارنته بكبار القاره مثل نقولوا الجزائر على راسهم، نيجيريا، المغرب، السنغال وغانا، بل انه دون يعني غينيا والمالي. وما قاله كافالي مدرب النيجر في الصميم، يعني قال كلام وانت على حساب مترجم له هدرته، وانا ما نفهمش فرنسي بس على حساب مترجم له هدرته، ومدرب يعني يعرف خبايا كره القدم افريقيه، يعرف الخبايا كرة القدم إفريقية. وين اليوم من بوركينا فاسو راح لك النيجر، قال لك حذاري من النيجر، يعني قلب النتيجة. يا ودي بعد جي بوتي النيجر عبركاونا جماعة، أظن بيتردون أنتم، وراي الجزائر كل ماتش طلعوا لها ضحية وحرزوا روحكم. يا ودي بركاونا ما نحرزوا لأرواحنا الأول، بنادم ما يخمم. أنا قلتها لكم ونعاودها، أو ذوق أنا ما فهمتش، بنادم يدير لك فيديو يقول لك غادي نروحوا لكم ديمون، بنادم من بعد يعاود يكتب تصيبوا في الباجا كاتب حذاري من بوركينا فاسو. قلت لهم هذا امر واحكم، بين نروحوا لكوب دي موند ولا بين نروحوا نلعبوا مع بوركينا فاسو. بوركينا فاسو طريق جسر، بوركينا فاسو بالنسبه لي انا جسر عبور، هذا مكان لازم يكونوا جسور باش يفوتوا. يعني الجسر الاول فتناه تاع جيبوتي، مازلنا الجسر تاع بوركينا فاسو هو اقصر طريق تاع بوركينا فاسو، هي اقصر طريق، تك تك فوت فوت روح. ايه مالكم مودي، هذا غدوه قلت لك غدوه اليوم ست مقطعات، نقلعوني نقلعوا بوركينا فاسو من الطريق مالكم. ما ادري انا كنت نحوس على لي ماتش نيل بيناتهم كاع، احنا كي نفوزوا نكونوا هاربين، بصح مكتوبه احنا ضرب كاع عندنا 3 بوا 3، رانا في 3، والجزائر راهي يعني في المرتبه الاولى بفرق الاهداف. هذه اللي نهار الاول كنت نهضر عليها، كنت نقول يا جماعه لي نقلبوه نضربوه بثمانية تسعة ما نشقوش، خاطش على فرق الأهداف، يعني فرق الأهداف كيما هكا مليحانا. اليوم مين نربحو؟ غادي نربحو بوركينا فاسو. شكون اللي تكون مورانا بفرق الأهداف؟ شكون هي؟ النيجر، خاطش ربحت بربعة، عندها 3 بوا، هاك تشوف، خليهم يتقاتلوا بيناتهم، وحنا غادي نفوتو نروحو. باش ما تغلطوش هكا مليحه، مي داروا النيجر ربحت في طول تلقى في طول تكون طامعه، حنا رانا نربحوا وهما طامعين. يتخيلوا جيبوتي خرج من الحساب، هذه هي. عندما قال بان المقارنه بين بوركينا فاسو والمنتخب الجزائري لا يمكن ان تكون بسبب الفرق،
يعني وهي بسبب الفرق الكبير بينهما، ليس من حيث التاريخ والإمكانيات والتقاليد، التنافس القوي على الألقاب والتأهل للمونديال، وإنما من حيث التركيبة البشرية لكل منتخب والطاقم الفني. بوركينا فاسو سيواجه منتخب الجزائر من دون اثنين من أحسن لاعبيه، يعني وين حيث يعاني من إصابة، أحدهما ينشط مع في الدوري البريمير ليج مع نادي استون فيلا الإنجليزي، والثاني في الدور الألماني باير ليفركوزن، وهي ضربة موجعة للمنتخب بوركينابي الذي سيحمل في مواجهته الخوف، حماس لاعبيه وروح الثأر في من حرمانه من مونديال البرازيل في لقاء السد أمام الجزائر، وأيضا لعبه ككتلة وتضامن ومن الواضح بين اللاعبين. أما من حيث القيمة الفنية فالكفة تميل لصالح الخوض، وهو ما يجعل الفوز أشبال بالماضي بالأداء والنتيجة، وحتى بنتيجة ثقيلة واردة جدا. أني نقولكم طرواء طرواء كادو، أنا هذه أني نقولكم عليها شيء المغرب تشوفوها من ثمانية وروح تشوفوا هذه النتيجة اللي نقولكم عليها. وين يحرص وين شأنا كيفاش في الحراسة تاع المرمى تاع بوركينا فاسو حارس كوفي، وهو حارس الأول لفريق شارل لوروا البلجيكي، وهو فريق يصارع دائما على البقاء، ويبلغ من العمر 24 سنة، ويساعده في الدفاع يعني، وهو مهاجر الوحيد في النادي وين ولد في مدينة يعني وين نقولوا باللي مدينة محرز، وينشط مع نادي أرس الفرنسي في الدرجة الثانية، ولم يلعب سوى بضع دقائق هذا الموسم، إلى جانب اللاعب دايو الذي يلعب لنادي بركان المغربي في الدوري لم ينطلق بعد في المملكة المغربية، وتم استنجاد بهذا اللاعب البالغ من العمر 30 سنة، لأن بوركينا فاسو تلعب في أجواء مغربية يعرفها جيدا المدافع دايو. والنقطة الضعف في الفريق تكمن في اللعب يعني الذي يمتلك ساليتاس الذي لا يمتلك فريق، وقد يقضي موسم كله أبيض من دون لعب، خاصة أنه اقترب من 33 سنة، وما ذلك يلعب مباراة وين لعب مباراة النيجر أساسي وارتكب بعض الأخطاء، وهي فرصة لبغداد منجاح ومحرز لزعزعة يعني زعزعة دفاع وفي خط الوسط، ليقدم بوركينا فاسو لاعبيه كبار، حيث يتواجد يعني اللاعبين اللاعب تاع تور الفرنسي الصاعد الجديد للدرجة الأولى، وهو اللاعب الشاب يبلغ من العمر 20 سنة، ولعب هذا الموسم مع ناديه 135 دقيقة، إضافة إلى يعني أديما الناشط في الدوري الدنماركي المتواضع مقارنة مع بقية الدوريات الأوروبية، ويفتقد منافسة حيث لا يلعب كأساسي مع ناديه، ولم يلعب هذا الموسم سوى 22 دقيقة فقط، ويتواجد إلى جانبه تراوري صاحب 25 سنة الذي يلعب مع نادي مصري، وتراوري صاحب 27 سنة الذي ينشط في الدور السويدي مع فريق مغمور جدا، وحتى لاعبي الهجوم الذين يعتبرون قوة ضاربة في الفريق فإنهم لا يشكلون معادلة صعبة على رفقاء رايس وهاب بولحي. بإمكان ماندي وبن عمري مواصلة المغامرة التصويرية المونديالية من دون تلقي أهداف، حيث يتواجد اللاعب بوندي البالغ من العمر 22 سنة، وهو يلعب لفريق متواضع في كرواتيا، يدعى إستر الذي لم يسبق له أن فاز باللقب في بلد يعتبر الدوري فيه ضعيف جدا، ولا يمتلك سوى فريق واحد تنافسي وهو دينامو زاغريب، إضافة إلى مهاجم نجم فريق رون الفرنسي الناشط في الدرجة الثانية والبالغ من العمر 24 سنة. أما النجم الأول للفريق هو الموهبة البوركينابية صاحب 20 ربيع، والذي بدأ يخطف اهتمام بعض الأندية الإيطالية والإسبانية، فهو لاسيان تراوري الذي يعتبر حاليا هداف الفريق شاختار الأوكراني، مشاركة باستمرار في رابطة أبطال أوروبا، وكان النجم الأول في المباراة الأولى في المغرب أمام النيجر التي شهدت فوز الخيول بقيادة هذا النجم الشاب، ويحمل آمال الشعب البوركينابي والمدرب المحلي كالو مالو الذي لا يمتلك تاريخ كروي يذكر سواء كلعاب أو كمدرب ولا حتى كنتائج، ما عدا إرادة ومحاولة يعني نحت تاريخ لكرة بوركينا فاسو. يعني الناس وين يقول لك باللي يودي غادي يروحوا غادي يفوزوا غادي ما كاش من حد، غادي يفوزوا عليهم بكل سهولة، غادي نربحوا بكل سهولة، هذه هي
وبدون خوف، يعني غادي نفوزوا ان شاء الله.